اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد. ما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك بالنسبه كده بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في الطابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك. استنى عندك انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك، انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايحة النادي، يلا يا عمر. الحق معاهم يا زكي، معاهم. طبعا. اسمع، شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة، أنت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي ضلها. طبعا. طيب بالنسبة لعمر، أسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. اتفضل. اطمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الواد. اطمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنيه كده. الكوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني، انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانيه واحده، ثانيه انا بعد اذنك. فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. طب اركب ورا. يلا اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تسوق دي؟ ايه انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك، ما تدش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انتي تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي انت عامله؟ يا ابني الحيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطني. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انزل. ايه؟ زلي هنا، زلي. ايه؟ انزل ايه؟ في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ليه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت
التكوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع، ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا، سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخي. المره بقى ركب زباين بتعرف تسوق. ها هربت. يلا يا جماعه وصلنا، اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم، النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد، معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليكم ولا ايه يا سيد؟ الله، وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافنا. تخيل حضنه واحضانه وبوسه، بهدلني الواد الصغير. طب زكي، انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي، انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، انا عارفك بتبص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم يبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. لا في دي عندك حق. لا طب شفت بص يا هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد. اهلا اطعم مسا على الكباتين. بسم النبي حرسك وسينك وضمك يا تعم يا نايتي. بس باش كان فاضي، ده كان زمان. يا فضحتي، مش تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا، في ايه؟ انت فاهم يا ابني اللي عملته ده بتروي دراعي ليه يا بابا؟ هي كلمه، يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا حموت مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني. ساعدني بس يا بابا، ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه؟ يالا محسسني ان انت مش ابنك، انك ان انت مش ضنايا. يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره، بحبك. ليه؟ حبني. بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي؟ ده انت كده ناوي تشلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. رايح تعمل لي تحمي. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني بعد اذنك. ايه ده؟ دارتيس؟ اضرب اضرب. هو انا المفروض انشن على البتاع المدوره دي؟
ما تزعقش كده.